أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. طالبت قوة سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة المسلحين السوريين في داعش بتسليم أنفسهم خلال الأيام العشرة المقبلة للنجاة بأرواحهم وحماية حياة عائلاتهم في محافظة الرقة شمال سوريا. وخاطب البيان الشباب السوريين في صفوف تنظيم داعش ولم يشر إلى المقاتلين الأجانب في التنظيم. أفاد ناشطون بقتل 6 مدنيين على الأقل وجرح نحو 30 آخرين بينهم نساء وأطفال جراء غارات جوية يعتقد أنها روسية استهدفت بالصواريخ الموجهة الأحياء السكنية في الغوطة الشرقية بريف دمشق. وبحسب شبكة شام فإن قوات الأسد استهدفت بثلاثة صواريخ من نوع أرض الأحياء السكنية في مدينة حمورية. سيطرت القوات العراقية على حوالي 90% من غرب الموصل وطردت أفراد داعش منها بحسب ما قال متحدث باسمها الثلاثاء. وكانت القوات العراقية قد استعادت السيطرة على كل الشطر الشرقي من مدينة الموصل. بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحث الاثنين مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. كما اجتمع الشيخ محمد بن زايد بوزير الدفاع جيمس ماتيس في البيت الأبيض لمناقشة الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة والإمارات. وقد أشاد ماتيس والشيخ محمد بن زايد بإبرام اتفاق التعاون الدفاعي الثنائي الجديد الذي سيحقق تعاونا أقوى ضد مجموعة من التهديدات خلال 15 عاما القادمة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم تركيا في حربها ضد تنظيم داعش، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تدعم أي جهود لخفض مستوى العنف في سوريا. بدوره قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها في سوريا والعراق. أعلنت الرئاسة التونسية الثلاثاء تمديد حالة الطوارئ لشهر إضافي التي كانت فرضتها منذ عام ونصف عقب اعتداء انتحاري قتل فيه 12 من أفراد الأمن الرئاسي. وقال مسؤول في الرئاسة إن هذا التمديد اقتضاه تواصل الحرب على الإرهاب، لافتا إلى أن الوضع الأمني في البلاد يشهد تحسنا ملحوظا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.